بالنسبة لليوم ندوة صحفية باش نعلن على البرنامج الانتخابي بالنسبة لي للترشح لمنصب المنسق الوطني للحزب المغربي الحر. رودعت الترشح ديالي البارح يوم 22 كما أعلن عليها اللجنة التحضيرية ديال الحزب المغربي الحر. والبرنامج ديالي أنا كيعتمد على أساسين جوج، هو أنه التأطير بعد داخليا خص إعادة هيكلة الحزب من الداخل، يعني اون ريستركتوراسيون انترن ديال لو بارتي بوليتيك، يعني الأطر ديالو والهياكل ديالو باش من هنا لقدام ما يبقاش الارتجالية، ما بقاش القرارات خصها تبقى تدوز قرارات في المستوى وقرارات اللي غتخاد على مستوى الهياكل ديال الحزب، والقرارات اللي خصها تتخاد خصها تكون قرارات مسؤولة وكتنباس على الحقيقة اللي بغاها الحزب. أما وعدنا دي وبالنسبة لنا خارجيا، يعني الحزب خصو يلقى بلاصتو في الساحة السياسية المغربية كما كنعرفوا حنا في لا ديفينيسيون ديال لو بارتي بوليتيك سيت ان غروبمون دانديفيدي بروفيسون لي ميم زيدي بوليتيك، خصنا هذيك ليدي بوليتيك تبان وفي الساحه السياسيه خصنا نلقاو الوجود ديالنا في الساحه السياسيه، و يعني وبشراكه مع الاحزاب السياسيه الاخرى خصنا نخرجوا معهم للتيران وحتى حنا نخدموا. كما كتعرفوا باننا الوجود ديالنا كان منعدم طيله 18 سنه اللي داز، ودابا خصنا نتواجدوا على الساحه السياسيه. وثانيا هو المصالحة مع المؤسسات التي ما فاتئ المنسق الوطني السابق يثير معها خلافات ومشاحنات اللي احنا في غنى عنها، احنا في ظل دولة القانون ودولة المؤسسات، واللي بغى يعمل راه كاين لو تيران فاغ، عطى الله المواضيع اللي عطى الله لي شونتي والاوراش اللي خصنا نخدموا عليهم اللي خصنا نتجندوا عليهم اللي خصنا نخدموا على الانتظارات ديال المواطنين. وحنا الحزب حنا خصنا نخرجوا بواحد النظره ديال ان الحزب ليس هو حزب شخص واحد، وليس ينتمي الى اسم شخص واحد، ولا ينتمي الى المناضلين والمناضلات، ولكن الحزب هو ينتمي لجميع المغاربه، والابواب ديالو خصها تكون مفتوحه لجميع المغاربه. يعني السياسه الحمد لله الاعلام خلاها بانها جزء من لو كوتيديان ديال المغاربه، وخص المغاربه خصهم يحسوا هذا الاحساس وخصهم يجيو ينخرطوا في الحياه السياسيه الا بغاو التغيير ديال غدا ان شاء الله بحول الله. انا هو الاول اللي حطيت الترشح ديالي لهذا المنصب، ويمكن الاخوه يقدروا يحطوا الباب مفتوح حتى اليوم 27، وحنا الحمد لله هو انه هذه الريحه ديال الديمقراطيه ولينا كنشموها، قبل من هذا الشيء ما كانش هذا الشيء، ما عمركم سمعتوا بان الحزب المغربي الحر كاين فيه انتخابات وفيه لي كونديدا باغيين يدخلوا المنصب التنسيقيه الوطنيه ولا المنسق الوطني، وحنا المناضلين والمناضلات هما اللي غادي يقولوا الكلمه ديالهم يوم المؤتمر الوطني، وحنا اللي اختاروا المناضلين والمناضلات حنا معاه وغنشدوا بيديه وغادي نتعاونوا. والقوه ان شاء الله ديالنا حنا ديال الحزب ليست قوه شخص واحد بل قوه الهياكل ديالو، والقوه غادي تتجلى في التنظيم الداخلي ديال الحزب، وهذا الشيء اللي كنسعوا ليه حنا، هذه هي الغايه، ان ما يمكنش انت تطالب بالديمقراطيه على برا، وانت الديمقراطيه ما دايرهاش لداخل، فهمتي؟ ما يمكنش تنظف انت تدوي على النظافه على في الخارج وانت ما تنظفش البيت ديالك، ننظفوا البيت ديالنا، نصيبوه، نقادوه، نورغانيزيوه، ونخرجوا نطالبوا بالديمقراطيه الحقيقيه في الحياه في الحياه السياسيه. هو التنسيقيه ولا المنسق الوطني هذا لا يعني شيء، لانك كما طلعتي غادي تهبط، هذا هو المبدا اللي خصو يكون، راه غتجي واحد النهار وما غاديش تبقى فيه، راه ماشي اول حاجه الحزب السياسي ماشي هو ديالك، الحزب السياسي ديال المغاربه، يعني جيتي طلعتي خصك تبين باش تقود واحد السفينه، ولكن السفينه ما يمكنش تقودها بوحدك، خصك ان ستاف تكنيك اللي وراك اللي يكون معاك ويعاونك ويقول لك لا راه غلط هذا، ويقول لك لا هذه ما يمكنش، وتاخذ انت المقترحات ديالو وتاخذ الاراء ديال الناس اللي عندهم خبره وعندهم حنكه اكثر منك، وباش تقود هذيك السفينه كيفاش غادي تقودها وانت بوحدك وانت ما يمكنش. هذه من جهه اخرى احنا بالنسبه لنا انا اللي كنعتمد عليه واللي كنامن به
هو القوة خصها تكون عندنا القوة في الهياكل والقوة في الأطر. احنا دابا الحمد لله عندنا شباب مثقف في المستوى وعندهم أفكار وعندهم تعرفنا احنا دابا كنا منيسين من السياسة فهمتي ولا لا، ولكن السياسة ما يمكنش نبقاو عند نتفرجوا فيها من برا، خصنا ندخلوا للعمل السياسي. ندخلوا للعمل السياسي علاش؟ حنا دابا التطلعات ديالنا هي التطلعات ديال المواطن العادي، اللي هي المشاكل اللي كيعاني منها المشكل اللي كيعاني منها المواطن في لو كوتيديان ديالو في اليوم ديالو. اذا حنا هذوك الاهتمامات حنا ما حنا عارفين المشاكل اللي كنعيشوها، المشاكل اللي كنجلسوا ندويو عليها وكنعانيو منها حنا المواطنين كلها، هو المشكل ديالنا حنا اللي خصو يكون، حنا خصنا نكونوا دي بورت بارول ديال لا بوبولاسيون، ماشي نعزلوا ونكونوا حنايا في شي في شي في شي قاره اخرى ولا نكونوا في شي كوكب اخر من غير الكوكب الحقيقي من غير ارض الواقع. وهذا الشيء اللي كاين.